السلام عليكم، مساكم الله بالخير والنور والسرور، ويوم ومساء سعيد على الجميع. إجازة يمكن من 10 سنين ما سويتها، اللي هي انقطاع تام عن العالم، ولكن لا زال فيه بعض التواصل. حاولت أني أقطع عن موضوع السيارات وما أتكلم فيه قد ما أقدر، ولكن من شاب على شيء شاب عليه. فعلى بال ما أوصل مشواري حبيت أني بس أقول ملاحظة على أسعار السيارات. معروف أن أوروبا غالية أكيد، وعندهم ضرائب، عندهم مليون شغلة، ومفروض أن حنا سوقنا يكون أرخص من سوقهم، حكم أن عندنا وفرة مالية وقوة شرائية كمواطنين أكثر من الأوروبيين. اللي صاير أن على السيارات اللي أنا مريتها، وأغلبها هاي إند، يعني بورشة، بنتلي، بي ام، تفاجأت ان اسعارهم ارخص منا. يعني صراحة شيء غريب مع الضريبة. قلت يمكن الموتور بايك بيكون اغلى شوي مثلا، ولا لقيت نفس الشيء اسعار الموتور بايك اللي هم السياكل بالخليجي او الدباب او الدراجة النارية، لقيت ان نفس الشيء ارخص منا. وهذا فوق ان مواصفاتهم هنا، صراحة مواصفات السيارات اللي شفتها في الوكالات اللي معروضة سواء جديدة او مستعملة، طبعا اتكلم عن لندن، يعني مواصفات صراحة خرافية بكل ما تعنيه الكلمة. واسمعوا الشوارع اللي هنا مكسرة. هذا يعني ان ارباح الوكلاء اللي عندنا في الخليج مو خيالية، اللي فوق الخيال، ولا تتوقع ان السعر متحكم فيه الوكيل، السعر متحكم فيه الشركة الأم. فمعنات ان الموضوع مطبوخ من أوروبا أصلا، ان سياراتي رايحة المكان الفلاني دبل أسعارها، حط أسعار فوق، اللي يبي حيها الله، اللي ما يبي عاد بكيفها. فالوكيل ياخذ له أرباح، والشركة الأم تاخذ لها أرباح، وعلى حسابك. ودك ان الخدمة زينة، الخدمة عندنا للأسف يعني أغلب الشركات سيارات إلا ما رحم ربي خدمتهم زينة، ولا بالله تاخذ لك سيارة فوق النص مليون ولا مليون، وتحجز مواعيد قبل شهر ويصير في لخبطة في المواعيد وتتوهق. صراحة يعني لا تعليق، يعني صارت السيارات الرخيصة صيانتها والخدمة ما بعد البيع أطلق مليون مرة من أنك تروح تشتري لك مثلا سيارة فخمة ومرتبة وتستانس فيها، حاط فيها مبلغ منظر بس تنبسط فيها، لكن لما تروح للوكيل يكرهك تاريخ السيارة من أولها لآخره. بالمقابل خلنا نكون منطقيين شوي، أنت لما تمتلك سيارة في الخليج ما في عندك كثير رسوم ثانية زي اللي في أوروبا أو في لندن اللي بتكلم عنها إن شاء الله في مرة جاية.